الناس كل تحكي على مقاومة ظاهرة الفساد في تونس، كلام برشا، حكاية برشا، لكن ريال مو ما مسينا شيء. على حكاية الفساد، أولا الفساد ليس ظاهرة تونسية، وإنما تقريب الظاهرة ارتبطت بالأنظمة التقليدية أو الأنظمة التيوقراطية، يعني الأنظمة التي لا تحترم حقوق الإنسان فيها الديمقراطية. ما رأينا إنه ونحن تونس عندما انتقلنا ديمقراطيا، انتقلنا وبنينا البناء السياسي الديمقراطي تعددية وانتخابات وممارسة للسلطة والحكم، ونسينا الفساد وما أدرك الفساد، لأن الفساد عم وأصبح ليس أصبح ظاهرة وإنما أصبح مبدأ. وروا حتى الحكومات المتعاقبة بوعي منها أو بغير وعد ساهمت في تكريس هذه الظاهرة وعجزت عن مقاربتها وعجزت الإلمام بها والحد منها. الفساد من فوق للوطة مسلم منه حد ويمرس فيه الكل. الفساد اتصل بكل البلاد وبكل العباد، بحيث أن المواطن التونسي البسيط حتى لو تسألوا كيفاش يقاوموا في الفساد ولا كيفاش، يجيبك بالإجابة أنه هذا ضرب من ضروب المستحيل كي نشوفوا تونس باش تخلص من الفساد. أنت بعيدا عن الأضواء والرقابة، هل تمارس الفساد؟ عن قناعتي الشخصية ما مارستش الفساد بصدق إلا في لحظات أنه مرات نقضي حاجتي، نخرج في توقيت إداري باش ونرجع نخذك نصيف ساعة أك سبعة غربع. أكثر من هذا أنا قناعتي التامة أنه لازم المواطن البسيط، يعني موظف فاسد شوي بركة، والله ما نقولش فاسد شوي بركة للأمانة، على الأقل في جانب الوقت أكثر من هذا لا، الحمد لله يا ربي أنا واحد يخدم على صغير ومات وماذا به يوكل الحلال لصغيرته. فما سؤال يتبادر الأذهان على اللحية في تونس، يقول لك اللحية التونسية فيها وعليها، فيها الصحيح وفيها المضروب وفيها اللي تقلبوا في الحي جوست بتا باش يعدي وروس. والله ايش تقول لك، انا ننتقل لك من جانب ديني. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الله الذي زين الرجال بلحيهم وزين، شكرا، وزين النساء بحيائهم. فاللحية وردت فيها تقريبا 74 حديث. صحيح هنا اختلط الحابل بالنبل، ما تعرفش هل بالضرورة أن مربي لحية بالضرورة هو متدين، أو أن كل ما هو متدين يلتحي. هنا اختلط الأمر في التونسي، يعني لا غرابة أنك ترى تونسي يا مربي لحية وتلقاه في أحد البارات ربما يمارس في قناعات أخرى غير قناعة الدينية بتاعه. اللحية بالشيب ولا تموذة؟ والله ليس موضع، أنا على الأقل نعرف إيش معناها اللحية، فهي رسول. اللحية بالشيب هي رسول من عند الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان وصل 40 ولابد أنه يرجع الله سبحانه وتعالى، يرجع على الأقل دينيا ويفكر في الدنيا الأخرى بفعل الصدقات وفعل طيب قد يقبله الله قبول حسن مرة أخرى عنده إن شاء الله. وإحنا التوانسة وقتاش نرجعوا الرب ونرجعوا لبلادنا ونستحفظوا عليها؟ والله وقت توفر إرادة ووقت يرجع الأساس للتعليم الديني، وهنا نقول التعليم الديني، والتعليم الديني يقرأ ألف حساب في الجامعات وفي المدارس وحتى في الكتاتيب، يتأكد أنه طيقع تغيير. ولكن طالما نادوا بالحرية والنادوا بالتحرر والنادوا بقيم أخرى غير قيم إسلامية ودينية، قيم تشع الفاحشة وقيم تسيء إلى ربما ديننا، ما ننتظرش تغيير على الأقل في الوقت الحاضر. نفهم من كلامك معناتها النظام التعليمي والمناهج التعليمية التونسية في الوقت الحاضر تشاع نحو الفساد وتدفع نحو الفساد، هكا اللي فهمت من كلامك؟ لا، أنا مرة بقول هذا بالضبط، قلت إعادة الاعتبار التعليم الديني، يعني أعمل تعليم ديني وقري القيم الصحيحة للدين، لأن الدين هو كيف يتمظهر الإنسان بالدين، نحن كيفاش نوروه؟ يجب تكون عندنا مرجعية ونقروه قراءة صحيحة كما كان، ويلزم يظهر على سلوكنا وفي عاداتنا وفي ممارساتنا حتى نمكنوا بالحق وليداتنا والأجيال القادمة من معرفة هذا الدين الحقيقي. ديننا سمح ودين طيب، ويأبى الله بعد حين راه، وإذا كان فيك قناعة يأبى الله إلا أنه ينصر الإسلام حبينا ولا كرهنا. قفصة البية بيش؟ نعم والله، قفصة بتاريخها وبحضارتها، قفصة 7000 سنة. ذات يوم قام موسى فرعون قام بمناظرة
لسحرة في مختلف العالم، ومشوا لزوز سحرة من قفصة من ساحة هنا اسمها قح ساحة قناص، دلالة على البعد الحضاري للدولة، عفوا لقفصة، حيث المؤرخون اختلفوا حتى في تاريخ تأسيسها، ومرت عليها عديد الحضارات الإسلامية، الرومانية، البيزنطية، أقبل البيزنطية، دلالة على قيمة تاريخية لقفصة. لكن السؤال المطروح، هل هذه القيمة التاريخية لقفصة والقيمة الحضرية واقع نستثمر فيها الآن؟ لا، قفصة في آخر المدن ولم تتحصل على شيء، رغم أنها تبيع التراب الأسود والفوسفات الذي لو كرست بعض من مداخيل لقفصة لأصبحت مدينة يقرأ لها حساب، يقرأ لها حساب. نفس السؤال اللي كنت وجهته مع صديقنا، قلت له الحي في تونس أنواع، ثم الصحيح وثم المضروب. بالحق ثم الصحيح وثم المضروب. أنت من أي منه؟ لا أنا يا أخوي نورمال عادي، ما عنديش. على اللحية أنت تحكي؟ اللحية عادية يعني، ما عندناش لا مضروب لا عادي. زي نبيع معناها. زي يرحم والديك، لوك وكهو. لوك وكهو. حكينا على الفساد في البلاد. فساد ياسر. برشا فساد. ياسر أخوي ياسر. أنت مارسته ولا؟ لا أخوي. ما فسدت حتى مرة؟ لا قبل الوقت لي، الصغر باهي، ما كانش كيما هكا الفساد. اش عملت؟ ها؟ تبعت الشراب ما شربتش. الزطلة والمخدرات اللي خديتها. خزيت بتاع الناس؟ ها؟ بتاع الناس لا ما نزلتش بتاع الناس. فسدت في نفسي. خديت حاجة مش نتاعك؟ لا. ما فيش فسد؟ ها؟ فسد تاع الصغر. تاع صهيان تاع. في علاقات. ايه. ليس اعتداء على المال العام، قصده صديقي ليس اعتداء على المال العام. صعيب تلقى مواطن في قفصة بسيطة راهو اعتداء، راهو الاعتداء على المال هم اللي كانت عندهم السلطة اللي كانوا يمارسوا فيها، اللي كانوا يمارسوا فيها وقراء بالقرار. قال كذا وقال كذا وكذا بالتاريخ من عهد بن بيات وهي جاي. أنت القناص. نعم. لا أنا أنتمي إلى قفصة وأنتمي إلى للإنسانية. قلت قفصة ساحة القناص. لا قلت لك ساحة القناص بمعنى أنه قفصة في تاريخ القديم، كيفاش موسى عليه السلام وقت عمل مناظرة مع فرعون، فرعون بعث للسحر بما فيهم سحرة من قفصة، دلالة ما وصلت إلى قفصة من رقي علمي في ذلك المكان، لأن قفصة في ذلك الزمان وصلت على مستوى السحر، كانت لا عند بعد يصل السحر. بالسحرة. نعم. السحر موجود، وهاروت وماروت وعلمنا السحر. ساعة الواحد يدي خفيف. لا لا من مش السحر، لا يفلح السحر حيث أتاه، ولا يضر السحر إلا بإذن الله. يكون قناعة تامة وإيمان ثابت راه.